سوف نتعرف على طريقة وكيفية إلغاء تفعيل لوحة مفاتيح ذات تباينات عالية. نقوم بالضغط هنا على ضبط الإعدادات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على الإدارات العامة، بعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ضبط لوحة المفاتيح سامسونج، بالطبع سوف نقوم بالضغط هنا على لوحة المفاتيح ذات تباين عالية. وبهذه الطريقة نكون قد قمنا بإلغاء تفعيل لوحة المفاتيح ذات تباين عالية. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديوهات القادمة إن شاء الله.